عاجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ملك الراية الجزائرية الشاب بلال في ذمة الله بسبب صادم لا يصدق. إليكم باقي التفاصيل. أولا قبل البدء، إذا كنت من عشاق الشاب بلال فاضغط أعجب لهذا الفيديو وادعو معه بالرحمة والمغفرة. يعتبر الشاب بلال واحد من أساطير الراية الجزائريين الذين حظيوا بشعبية كبيرة في المغرب العربي. ولد الشاب بلال جمهور واسع في الوطن العربي، ويعتبر الشاب بلال من أشهر مغنية الراي في الوقت الراهن. لكن وبكل حزن وأسى نودع اليوم هذا الفنان الكبير إلى مثواه الأخير، حيث أكدت مصادر مقربة قبل قليل بأن ملك الراية الفنان الجزائري الشاب بلال قد انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل لحظات من الآن عن عمر نهز 57 عاما، وذلك بعد تعرضه لحادثة سير مميتة في الطريق السيارة الرابطة بين وهران والجزائر العاصمة، حيث كان الشاب بلال متوجه لإحياء سهرة فنية في وهران وقد انزلقت سيارته وارتطمت بشجرة كبيرة ليفارق الحياة على الفور. وبهذه المناسبة الحزينة نتمنى للفنان الشاب بلال الرحمة والمغفرة وأن يلهي مدويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.